الله معكم أحبائي المشاهدين بهالشهر المبارك، الشهر المريمي اللي بدنا نتأمل فيه من خلال برنامج أمجاد مريم، بكل العظائم اللي ربنا منحها للعذراء وملأها من حبه ومن ومن شخصه بتجسد الكلمة الإلهي الرب يسوع الأقنوم الثاني من الثالوث الأقدس. أحبائي، كل العهد القديم، كل آيات العهد القديم ورموزه بيتحققوا بالعذراء مريم من بعد الكلمة الإلهي يسوع المسيح الرب له المجد. هي الأولى بملكوت ابنها، الأولى في الكنيسة، الأولى بحياة كل مسيحي، لأنه من بعد الرب بتجي أمه السماوية اللي عطينا إياها أم على الصليب. نتذكر كلنا قدام الصليب بشخص يوحنا الحبيب، يسوع بيقول له يا تلميذ هذه أمك، وبيلتفت نحو العذراء مريم يا امرأة هذا ابنك. هي امرأة العهد الجديد وامرأة العهد القديم، هي حواء الجديدة اللي حواء القديمة أورثتنا الخطية والموت بزلتها وبعصيانها وبسقطتها، هي وآدم. يوم ابنها العذراء مريم بابنها الوحيد يسوع المسيح عم تفيض مع وبابنها علينا نعم وحياة وخلاص. أحبائي، هالسلسلة من الحلقات رح تكون تتأمل بالعذراء مريم بصفاتها، بالعقائد الكنيسة أعلنتها عنا، عن دورة بتاريخ الكنيسة، عن دورة بتاريخ البشرية كلها، بتاريخ الإنسانية كلها وبتاريخ كل حدا منا، لأن العذراء مريم مجرد أنها كانت أم يسوع الإنفاد الإنسان، فهي حكما عندها دور بحياة كل مؤمن وكل إنسان. وهيدا مش حكي، هيك العذراء مريم الله بيبعث لنا إياها دايما عبر التاريخ وعبر الكتاب المقدس، وتنعرف ونكتشف شخصية العذراء ودورها بتاريخ الخلاص، كيف عبر التاريخ كله بظهوراتها اللي أثبتتها الكنيسة واللي اتأكدت عليها، كيف العذراء مريم بنشوف سهرانة على شعب ابنا، على شعب الله بعد لحقتنا، وسهرانة علينا كل يوم تنكون لتحقق فينا صورة يسوع ونكون عم نعيش بحسب مرضات ربنا. أحبائي، اليوم أنا معكم وبشفاعتها منا نطلب منا تكون دايما معنا، تكون في دربنا، تساعدنا بصلاتها تنحنا شعب الله، شعب ابنا، نجتاز هالطريق المظلم، طريق حياتنا، تنجتاز وادي الدموع مثل ما بيسموه آباء القديسين، تنبلغ لوين ما بلغ يسوع، وتمع نمجد الثالوث الأقدس للأبد. آمين.